لتخرج عائشة في إجازة. هذه الكلمات كانت الشعار العسكري اللي استخدم الأتراك للإشارة إلى عملية السلام القبرصية عام 1974. فقبل 5 عقود من الآن أعلن الجيش التركي إطلاق عملية عسكرية لإنهاء المجازر وعمليات التهجير اللي كانت ترتكبها منظمة إيوك الإرهابية ضد القبارصة الأتراك بدعم من المجلس العسكري اليوناني ولإحلال السلام في الجزيرة ووقف المحاولات اليونانية لضمها. العملية صارت بعد أن رفضت بريطانيا التدخل المشترك مع تركيا كونهم الضامنين في معاهدة عام 1960 الموقعة بين تركيا واليونان وبريطانيا وجزيرة قبرص. أصدر نجم الدين أربكان اللي كان نائب رئيس الوزراء في وقتها قرار تدخل تركيا عسكرياً، وفعلاً الجيش التركي قام بإنزال جوي حول الفكوشة وبحري شمال الجزيرة. تبع العملية العسكرية في بداياتها مفاوضات بقرار أممي، ولكن تعنت اليونان دفع وزير الخارجية التركي توران غونيش برسالة تقول فلتخرج عائشة في إجازة. وفور استلام الرسالة استأنفت القوات التركية العملية اللي استشهد فيها 498 شهيد، وانتهت باستعادة الأتراك لأكثر من 35% من مساحة الجزيرة لترسم الحدود الحالية وتقام جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983.